بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بحمده يستفتح كل كتاب، وبذكره يصدر كل خطاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وعبد ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ثم أما بعد، الصدقة لها فضل عظيم عند المولى سبحانه وتعالى، وبالأخص في هذه الأيام المباركة، لأن الأماكن مفضلة عند الله سبحانه وتعالى، والشهور مفضلة عند الله سبحانه وتعالى. فعمل الخير في الأماكن المفضلة وفي الشهور المفضلة وفي الأوقات المفضلة له أجر عظيم عند المولى سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوات ربي وسلامه عليه: إن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن طيب الكلام وأدام الصيام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام وتصدق على المسلمين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالصدقة في هذه الأيام يعني لها فضل عظيم عند المولى سبحانه وتعالى. تعال ننظر